شرفي اهلا وسهلا ومرحبا بيك امنا. عسلامه وشكرا على الاستضافه. مرحبا بيك. معرض الزهور المعرض السنوي اللي برشا توانسه يعدلوا عليه، مهم جدا المعرض على خاطر ساعة فرصه باش نقتنيو الزهور وفي نفس الوقت باش نكتشفوا الطبيعه وباش نزيدوا نقربوا اكثر للبلفيدير. خلي الكلمه ليك انت. المعرض هذايا ولا عيد منتظر كل عام، وهو من تنظيم جمعية أحباء البلفدير بالشراكة مع بلدية تونس، وتقريبا هذايا الدورة 27. نقول على عدد الدورة على خاطر ولا معناتها حاجة منتظرة في حديقة البلفدير. المعرض هذايا معناتها عنده عدة أهداف. الهدف الأول هو تقريب معناتها النباتات والتنوع النباتي من المواطن للتشجيع على تخضير وتجميل الحدائق والبراكن والمنازل، على خاطر نؤمن أنه الصحة النفسية والراحة النفسية نجم تكون زادة عبر الخضرة عبر النباتات. هي حاجة مهمة، والتونسي بطبيعته حساس ويعرف معناتها أهمية النباتات. احنا تونس الخضرة، تونس الخضرة، لكن معناتها لاحظوا اللي معناتها اي انسان كلكو سوا الامكانيات نتاعو ديما تلقى عنده حبقه ولا نعناع ولا قارصه ويبدا يحافظ عليها كاينها ولده ولا حد من عائلته. دونك الهدف هو تقريب التنوع هذايا. كيف نقول تقريب التنوع؟ يعني عندنا عارضين يجيبوا المنتوجات نتاعهم من برشا مناطق، من عندنا عارضين من جرجيس، عندنا من سوسه، من صفاقس، من مستير، ومن وشتاتة زاده وطن قبلي، من وشتاتة، من طبرقة، من سجنان. وهذه التنوع في معناتها في منين جايين العارضين يسامبليك تنوع كذلك في نوعية النباتات المعروضة. دونك فما جانب معناتها كبير من النباتات والأشجار، نباتات الزينة والشوكيات والصبارات وإلا النباتات العطرية كما أنواع الحبق، كما النباتات، كل أنواع النباتات العطرية موجودة. هذه الجانب. كذلك عنا المحابس والحاويات وكل ما يهم معناتها جنينة. دونك فما عنا عدة عارضين، وكذلك حتى في العارضين هذوما فما تنوع، على خاطر مش كيما فخار جربة، كيما فخار مكنين، كيما فخار نابل. دونك فما زادة كذلك تنوع في العرض من ناحية الحاويات والمحابس والفخار. كذلك فما كل ما يهم المياه العطرية والتقطير والزيوت، هذوما كل عندهم علاقة بالنباتات. ولاحظوا زادة كذلك معناتها مشاركة المرأة، ولاحظوا اللي المرأة معناتها الدومين متاع المنبت والنباتات واللي هو تابع الفلاحة، برشا نساء عندهم مشاريع متاعهم الخاصة، وانا مفخورة بمشاركة المرأة اللي تبدأ عندها منبت في تبرقة وتجي وتعرف بالمنتوج متاعها في تونس. إلى جانب معناتها هذايا المعروض والتبادل بين الخبرات بين العارضين وأصحاب المنابت والجمهور، جمعية أحباء البلفدير تقترح كذلك برنامج تنشيط مرافق للمعرض هذايا اللي هو باش يدوم 3 جمعات من 20 ماي حتى 9 جوان. وتقريبا اللي حب يتابع تفاصيل البرنامج موجود على صفحة الفيسبوك لجمعية أحباء البلفدير. لكن اللي باش يكون في حديقة البلفدير باش يسمع فينا في حديقة البلفدير، يعني تقريبا كما قلت انت 3 جمعات من 20 ماي 9 جوان، كل يوم ينجم الوقت اللي يلقى ينجم يمشي. هو بالضبط الموقع متاع المعرض قدام باب ساحة بلاس باستور، كيف نقولوا حديقة البلفدير على الجازون لابلوز اللي قدام ساحة باب بلاس باستور. والمعرض محلول كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 8 متاع الليل. نجموا بعد الخدمة نجي ونجيبوا العائلة نتفرهدوا، منا نتجولوا في المعرض نشموا شوية هواء ونشوفوا جمالية ما هيش موجودة كل يوم. حب نرجع للبرنامج التنشيط. دونك نقترحوا احنا الى جانب العرض والتعريف بالنباتات وكل، عندنا انشطه
اللي هما عندهم علاقه كذلك بالبسنه وبالبستان وبالجنينه. وعندنا مثلا ورشه باش نعلموا فيها كيفيه التلقيم نتاع الاشجار. مثلا انت كي باش تزرع القوارص، القوارص يتركبوا مثلا نفس الاصل هي الارنج ويتركب عليها. دونك هنا باش نجيبوا اخصائي في التلقيم اللي هو باش يورينا كيفاش يوقع تركيب خاصه في الاشجار المثمره. عندنا كذلك ورشه في البوتوراج مش نتعلموا كيفاش نجموا احنا في المنزل نتاعنا نعملوا تكاثر النباتات، كانوا ورد والا فما معناتها شنو هما النباتات اللي نجموا نكثروهم بالبوتوراج. عندنا كذلك ورشه في الظفره نتاع السعف. عندنا عارض من جابس اللي هو مختص في السعف والفيبر فيجيتال وباش يعمل لنا ورشه الصناعات التقليديه في ظفران السعف. عندنا زاد العارضين نتاع الفخار باش ينشطوا لنا ورشات باش نصنعوا سير بلاس حاويات ومحابس من الفخار والطين حسب اختصاص الهيئة. مهم جدا ايمنه وقت اللي نحكيوا على السعف ونحكيوا على هالمواد الطبيعيه، فما معناه توجه في العالم الكل وانه نبعدوا على كل ما هو ممكن ماهوش طبيعي لانه في الاخر عنده مضار. وقت اللي مره نتفرج معناه في معرض نعرفوا احنا الحصيره نتاعنا اللي بالسعف التقليديه ولو ياخذوا منها ويستوحاو منها باش يعملوا كيما الزربيه تكون حاضره هي في عود الزربيه برشا معناها للي يسمع فينا راهو فما برشا معناها ديزارتيك نجمو نقول ولا حاجات نجمو نلقاوها مواكبه للعصر ومتطوره في نفس الوقت فيها اكل التوش نتاعنا التونسيه التقليد نتاعنا التونسي والطبيعه نتاعنا كذلك خصوصيتها. هو العالم الكل ماشي لاستغلال الثروات هذه بطريقه ترشيديه، واحنا نعرفوا اللي احنا صناعه القفه وصناعه المظله وصناعه الحصيره تجي من السعف نتاع النخل. اذا هو فما استغلال النخله بخلاف الثمار نتاعها الاوراق نتاعها في عود باش نلوحوهم نجموا نستغلوهم في الارتزانه وهذا مهم. وكيف نحكي على الرسكلة زادا فما زادا ورشة اللي باش نعلموا كيفاش نصنعوا المستسمد كومون فيكي سون بروبر كومبوست. دونك فما عدة ورشات التفصيل نتاعهم موجود في الباج نتاع الجمعية ومفتوح للجميع تقريبا كل عشوية بعد الخمسة معناتها هذوما الورشات مفتوحة. إلى جانب هذية فما ثلاثة محاضرات هامة حول لو بيزاج وحول معناتها مواضيع تهم طبيعية وتحسيس كذلك فيما يخص أهمية الطبيعة وحديقة البلفيدير والبلفيدير. شكرا لك. سمحني نجمش نزيد حاجة برك على خاطر نحب دعوة لكل الأطفال والمدارس والروضات والمعلمين والمربين باش يزوروا المعرض هذايا وإحنا نجموا نستقبلوهم ونتلهوا بهم في المعرض بطريقة تربوية يتعرفوا على نباتات وفما أنشطة معناتها باش ننميوا الحس هذايا والجمالية والتعرف على النباتات والانيسياسيون او جارديناج. يعطيك الصحة، شكرا لك أمنة شرفي عضو جمعية أصدقاء البلفيدير. نذكروا معرض الزهور لمدينة تونس إن شاء الله باش يكون من 20 ماي ل 9 جوان 2024.